لكن لازم برضه ارجعك كده تفتكر ذكريات معينه. لو جاهز تشوف معايا بعض الفيديوهات عشان تترجع بعد الذكريات، اكيد ذكريات مهمه جدا، ولكن تقدر تقول عاملين لك مفاجاه كده. نشوف ذكريات ونرجع نتواصل. نشوف التقرير الاول. Hi Patrice, Kevin Kilbane here. أهلا باتريس، أعتقد أنك تتذكرني في أول زيارة لك إلى إنجلترا عندما التقينا. الشيء الذي أتذكره عنك هو شعرك الطويل، ولكن أتمنى لك كامل التوفيق والحظ في مستقبلك في عملك الجديد مع النادي الأهلي. Good luck for the future. Kevin Kilbane, Irish guy. Kevin Kilian. From Sunderland. I'm sure he talk about the انا متاكد هو بيتكلم عن الهدف الاستثنائي اللي حضرته. فعلا لحظات رائعه. المباراه بين ساندرلاند ونيوكاسل مباراه زي بنفس قدر مباراه الاهلي والزمالك في مصر. المباراه دي انا كنت مجرد يعني لسه لعيب جديد، ما كانش حد يعرفني، كان بقالي اسابيع بس قليله في ساندرلاند، واتلعب الديربي قدام نيوكاسل وسجلت هدف وكان رائع، لان قبل المباراه ما كانش حد يعرف عني حاجه، وبعد المباراه دي بقيت شهير وتعرفت وبقيت واحد مطاعم مش عايزيني ادفع. وكان لسه كانت بدايه تعاقدي، وده حاجه زي كده غيرت حياتي كلها هناك، حاجه رائعه. شهاده وذكرى من كيفين كيليان وهو نجم المنتخب الايرلندي، ولكنها شايف انها بعثت ليك السرور وانت مبسوط بالرساله دي. طبعا حاجه زي كده بتسعدني جدا، انا حاجه فعلا مش كنت متوقع حاجه زي كده، يعني بقى لي فتره طويله ما عنديش اخبار منه، بقى لي سنين طويله، وحاجه زي كده فعلا اثرت فيا. بشكركم جدا، حاجه زي كده اسعدتني جدا، متشكر جدا. وفعلا انا فعلا انتوا اسعدتوني وفاجئتوني، انا ما كنتش متوقع خالص. برافو عليكم. احنا عندنا مستويات كتيرة جدا من السعادة، عايزين نسعدك اكتر وعايزين نفرجك على تقرير تاني. جاهز؟ داكور. نشوف تقرير تاني كده مفاجأة لمستر كارتيريون. سالو بات، سيتي بيير ايف. ما ايكوت، بروميير شوز جويوز انيفرسير. باتريس، طبعا كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك. انا متاخر جدا، والنهارده 4 سبتمبر وده كان طبعا 30 يوليو. طبعا عايز اهنيك على تعيينك لقياده فريق كبير زي النادي الاهلي. طبعا اتمنى انك تعمل تاريخ جديد مع نادي مليء بالفوز، وطبعا انت تستحقها. انت لما كنت لاعب كنت لاعب رائع، واتمنى وانت مدرب كل الناس دلوقتي عارفه امكانياتك وتاريخك، وطبعا تستحق قياده فريق كبير، واتمنى الانتصار دايما يستمر ويحالفك الحظ مع الفريق. وطبعا اخيرا اتمنى مقابلتك قريبا، سواء في رين في فرنسا او في مصر حتى. انا طبعا في الاخر اتمنى لك حظ سعيد. مفاجات ما بتنتهيش. is a fan of mine. We started together as professionals. بدأنا مع بعض سانت إتيان فرن، لعبنا فرن في الفترة دي. وكانت حاجة يعني لطيفة، عشان واحد زي احنا الاثنين كنا ما رحناش اي اكاديمية، وهو بقى مشهور في فرنسا لان قالوا في اثنين بقوا محترفين، وفرنسا في اكاديميات كتيرة جدا، واثنين لاعبين جايين من فرق صغيرة بالدرجة الثانية ووصلوا لمستوى الاحتراف، مستوى لاعبين محترفين من غير ما يطلعوا بمراكز الساق ومراكز التدريب. انا بشكركم جدا على المفاجأة دي. واحد اثنين من نفس المنطقة في فرنسا، ما اعرفش تعرفها ولا لا، يمكن تعرف عنها ولا لا. بريتاني از ويست بارت اوف فرانس، حته اسمها بريتاني فرنسا، حته احنا منها، واحنا اتنين مع بعض. وانا سعيد جدا بصراحه المفاجاه دي، وبشكركم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك، ولسه عندنا مفاجات. لو بيير اندري الهداف الكبير بتاع سانت تيان بعت لك الرساله دي، لسه معانا رساله كمان ومفاجاه. تحب نشوف؟ نشوف الرساله الثالثه والمفاجاه الثالثه لمستر كارتيرو. كانت جمعتنا فرصة ان احنا نتقابل في صيف 2012 في مباراة ودية بين فريق ديجو وفريق موصلاة، فريق الدرجة الاولى في قطر، لما كنت مدرب. طبعا اعتقد كانت اول خطوة كمدرب محترف،
وبعد كده انت دربت في قارات مختلفة، سواء في قارة افريقيا او في امريكا، واعتقد دلوقتي انك على خطوة كبيرة وتدريب اكبر فريق في افريقيا. اتمنى لك كامل التوفيق في مسيرتك. جان كلود حارس مرمى المنتخب طبعا الفرنسي وحارس ليون جان كلود. Oh, il a changé, hein. Yes. Oui, à chaque degré, oh, il a changé. شكله تغير خالص. J'aurais pas reconnu. انا ما عرفت شكله. جان كلود شعره يمكن وقع شويه. Incroyable. Yeah. شيء لا يصدق. Il avait pas du tout ce look à l'époque. كان شكله متغير خالص عن كده. Barbe et le crâne rasé, ça change complètement. ما عرفت شكله. En تout cas, ouais, ça fait ça rappelle de très bons souvenirs, ça fait ذكريات حلوه بالنسبه لي. انا سعيد جدا ان عشنا لحظات كويسه مع بعض. انتوا فعلا بتفاجئوني جامد النهارده. مفاجآت كتيره جدا. انتوا مش متخيلين، انا كنت متخيل الثلاث مفاجآت اللي ممكن تعملوها. بصراحه برافو عليكم، المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه. وجودك طبعا بشكر كل زمايلي في الاعداد، هم اللي قاموا بالدور ده، لكن وجودك في قناه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، وكان لازم نكون محضرين حاجه، ونتمنى الحلقه تكون يعني بشكل مرضي بالنسبه لك. انا بصراحه اتفاجئت كتير، ما كنتش متوقع في حلقه طويله بالاسئله دي، وبشكركم جدا، وحاولت اجاوب بامانه بكل صراحه، وبصراحه وكان لحظات سعيده قضيتها معاكم، بشكركم وبحيي كل جماهيرنا. المفاجآت شغاله، لكن انا يعني بخليك تاخد نفسك كده عشان افاجئك بالمفاجآت اللي جايه. افون alors je m'y attends. طبعا هنتظر اشوف المفاجات ايه. وانت لعيب مميز ولعيب اديب بشكل كويس، سواء كان